السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التحاليل تاع التحكيم في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو. يقول لك هل ظلم الحكم المنتخب الجزائري؟ ما ظلمنا ما والو، كل ماركينا احنايا، احنا ماركينا وقلعنا نيبيت، ها ماركينا دو بيت، هذيك هي هذاك ما كنا نستاهلو، ماركينا دو بيت، ماركينا 10 حناولي، على قلعنا 10 ولا، ها ماركينا هذيك هي، زادنا الوقت 9 دقايق باش نقاليزو، هذيك هي اخويا. عرفتي تشوف بلي المنتخب الوطني الجزائري ظلم؟ ما لا ما ظلم ما والو، انا نقول لك كاع ما ظلم، مكاش اللي ظلمنا حنايا، مكاش احنا ظالمين روحنا مع زداد وجماعة مشاكرة وجماعة هذا، ما كان ظالمين روحنا حنايا، انا نقول لك. انا نقول لكم وين المنتخب الوطني الجزائري اصبح لا يخيف منتخبات في افريقيا، هذا الشيطان تيبقو تقسي مدرب ولا تقسي هذا الداد هذا ولا تقسي هذا الجماعة هذا تاع الماتش يتعاود، يقول لك بلي راني خايف من الأخرى كسموها، راني خايف من موريتانيا، تيبهم خايفين من موريتانيا شادين كروشهم. هذه هي حصلوا في الحمى، انا خرجوا وحصلوا في المؤامره مقبره في شهر، وما مؤامره عملنا ما كاش كاع، ما كاش كلا مؤامره، لا حسابات ضيقه لا حسابات واسعه لا حسابات عريضه لا والو، كاين غرايب كوت ديفوار خسرت في بلادها، والله ما كان لا جايب لك حسابات كاع، مالك ما كاش لا داير لك حسابات، ما كاش انا نقول لك ما كاش لا داير لك حسابات. مدرب هذا تخاف منه؟ انا مدرب انا ما خافش من، انا نقولها ونعاودها، ماشي خايف من المنتخب الوطني الجزائري، انا خايف من المدرب، ما عندناش مدرب. انا نقول لكم والله ما نسعوها، نسمعوا هذا شهدر المدافع لم يلحكم المساعد في تطبيق التعامل مع حالات التسلل الدقيقه عندما يتم استخدام الفار في المباريات. يجب على الحكم المساعد أن ينتظم حتى تتم اللعبة، ثم أيا كان القرار ياخد قراره بعد كده. طيب تعال تشوف نفس الحكم المساعد في حالة أخرى كيف تصرف، وهل تصرفه كان صحيح ولا لا، وده كان في الدقيقة 33. هنشوف هنا، هنشوفه هنا، هنا تصويبة، شوف الحكم المساعد رفع رايته، الهجمة وقفت ورفع رايته على انه في تسلل. طيب تعال تشوف بعد كده الاعادة، شوف اعادة الحالة مع بعض، هنوقف لحظة لعب، لا خلينا كمان شوية لحظة، شوفوا حضراتكم هو متواجد فين، شوف في لاعب موجود في موقف تسلل، ولكن اللاعب اللي جات في الكورة في موقف سليم استعجل الحكم المساعد رفع رايته، وبالتالي في وجود تقنية او في وجود تقنية الفار وفي وجود حكام الفار، لماذا تسرع الحكم المساعد واجهض هجمه كان من الممكن انها تذهب مره اخرى للمهاجمين وتنتهي باي شكل كان؟ كان يجب على الحكم المساعد هنا عدم التسرع والانتظار نتيجه الهجمه، ثم يتخذ قراره كيفما شاء كما حدث في الحاله الاولى. طيب نروح لحكم المباراه ونشوف ركله الجزاء التي تم احتسابها على المنتخب الجزائري. نشوف الحكم تمركزه فين، تمركز سليم، تمركز جيد، ثم هنا بتحدث العرقلة أو الركل، خلينا نشوفها من الإعادة عشان نحدد، مش العرقلة، الركلة أو ما هو الخطأ. شوف مع بعض خطأ الركل، الركل واضح هيبان لنا أكتر من هنا، ادي الركل اهو في القدم، المدافع لم يلعب الكرة، لم يلمس الكرة، الركل واضح والقرار صحيح باحتساب ركلة الجزاء. طيب نروح بقى للتنفيذ، طبعا واضح من هنا من الصورة دي كمان الركل موجود، نروح للتنفيذ ونشوف قد ايه منفذ ركلة الجزاء كان محظوظ جدا. نحاول لحضراتكم ليه، هنشوف الكرة
ونشوف ان هو منفذ ركله الجزاء، شاط الكوره ارتدت من العارضه للارض ثم ذهب هو والله العظيم. المهم سيادي انا بقول بلي واحد يرسل لي فيديو تاع المخنث، تاع المخنث راه طايح على بحر، طايح على بالماضي ديري وطايح على، قال له مباراه يعني تاع موريتانيا تعتبر نهائي. سيادي والله هذو هما اللي راكم تتبعوهم، هذو هما طايح ويعاين في بحر زعما. هذا المخنث هذا الحلوف غوز، حلوف غوز هذا، انا بالك بلي راه في، راه في شهر وين تداروا البالون دور في نوفمبر ولا ديسمبر وما ني عارف. انا قال لك بلي مع الدميه مع الزمن بعد خرج يقولوا محرزه في عامين ما كان والو، عقلنا على روحك شهر ديال واحد البغل هذا هادي والله لا والله لا بزاف والله العظيم. هذو هما اللي كتبوا، هذو هما، هذو هما مؤثرين رياضيين مؤثرين يعني بمعنى كلمة. هذه يا خويا سي هذو ما غادي الكبار الناس هذو لهم يشوفوا. احنا الحمد لله يا ربي معاكم، احنا ما الناس منافقين ولا نقول لكم، وقلت لكم قلت لكم باللي ودي هذا المخنث وكل شيء يدوروا خاطر على عندنا التسجيلات تاعهم يعني يدوروا على ما يدوروا على بالماضي، يدوروا على اللعابه ما عندهمش، هو ما عندوش يحوس يحوس كيفاش كيفاش القناة تاعو برك، هو ما بيه لا ما على بالو لا بالماضي لا والو، صعب الناس يقولوا بالماضي راح ولا يقول بالماضي هذا مكان. انا نقول لكم هذو الناس هذو ما كاش ما كاش كاع يعني مو عام ولا عامين وشاتكم يعني عام ولا عامين وشاتكم الافا يعاود يدور يدور لكم على بالماضي، هو يحوس وين الغنيه اللي تبغوها. صاب الناس يقولوا بالماضي قال بالماضي، صاب الناس يقولوا كلنا بالماضي قال كل كلنا بالماضي، هذه هي. حاولوا شي تفهموا الناس، ما هادو ما هادو باش تقارنوا يفهم ولا تقارنوا. هذا غدوه ان شاء الله تعيط له هذيك الاخرى زوجة قصابة تقول له نحي لك السروال، يعاود يدور نورمال الكا مشكل. لا مازال المدرب تاعنا حاصل في 2000 فاش حقه، مازال المدرب تاعنا حاصل في 2019 الحمد لله يا ربي. كنا نقول ما كذبناش عليكم، هذه هي موريتانيا. شفت هذاك المخنث قال له موريتانيا تعتبر نهائي بيت لعب كره البرازيل تاعي. ناس ناس على بالك لي راهم لي يعرفوا بولا، على بالك بلي الناس مش عاجبتها، مش عاجبتها النتيجه تاع دودو هذي خاطر علاه. الناس كان يقول لك بلي هذا كان هذا المدرب في مارس قال لكم انا بجيب الالقاب، الداند الداند كان يقول بلي انايا بجيبو كوب ديال كوب دافريكا. نقول لكم الناس مش عاجبتهم خاطر يشوفوا بلي ولي مكاش تاع ما نجيب كوب دافريك، هذاك هذاك حلم على بالك. شيطانة ما كاش كاش
موريتانيا، موريتانيا يعني من حيث خلقت هذه الدنيا، ولا مرة في تاريخه، في تاريخ البشرية ربحت ماتش في كأس إفريقيا. وهذا يقول، يقول هذه المعلومة يقولها الجامعة بالماضي باش يكون على باله، خاطش النورمال ما خاطش حتى راه يهضر واحد الهضرة. قولوا له باللي اللعبة المشاركة هذه الثالثة تاعها عمرها لا ربحت ماتش من حيث خلقت هذا التاريخ البشرية. قولوا له، قولوا له. تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني، ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.